السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واحد السيدة من المتتبعات ديال القناة طلبت منا أن نصوروا لها حي الموظفين كارتي دي فونكسيونير المعروف بليزاميكال اللي هو باللغة الفرنسية باللغة العربية الوداديات حي الموظفين. أنا الآن كنت واجد بالشارع الرئيسي حدا البلاكة الطوبيس. هاد البلاكة ديال الطوبيس اللي بدأت ب الخط دو معروف بالدو ديال الرطاق. الناس القدام ديال ليزاميكال راه يعرفوه والناس القدام ديال كادير راه يعرفوه. من مورا الدو راه كان الكنز ديال الرطاق نيت. دابا ما عرفتش اش من طوبيس كاين دابا, واش الكنز نيت اللي كاين ولا شي خط اخر. انا الان كنتواجد حدا مصبره ديال بغدر راه معروفه. وهادي الكارتي هذا ديال حي الموظفين راه كارتي اللي هو قديم. ونطاقوا ان شاء الله وندوزوا لذاك النفق. ذاك النفق كما كتعرفوا راه كيعرف المراحل ديالو الاخيره اللي هو النفق ديال الحي المحمدي. نتمنوا انه يتحل من هنا للمواسد باش الحركه ديال السير والجولان تعرف واحد لا فلويديتي, خصوصا ان الحي المحمدي العدد ديال الساكنة ديال الحي المحمدي راه كبيرة بزاف, والالاف ديال السيارات كيجيو منه يوميا وكيمشيو ليه يوميا. وإلا تحل داك النفق في انتظار النفق ديال كلية الطب والصيدلة راه طريق مراكش بدا غادي تنفس واحد شوية. وكنتظروا من وزارة التجهيز والنقل انها تعطينا معلومات حول الانفاق الاخرى اللي غادي تقاد في طريق مراكش. نتمنوا ان الوعود اللي قالوا لنا ديال 11 نفق انها تكون جاهزه من هنا لسنه 2024. احنا راه باقيين دابا في حي الموظفين. الصيدلية ديال الملك راه صيدلية اللي هي قديمة. كاين الصيدلية ديال الملك وكاين الصيدلية ديال ليزاميكال كلهم قدام. من موراهم كتجي الصيدلية ديال وهبي. كاينة واحد الصيدلية أخرى مقابلة مع القهوة اللي حدا مركب الثقافي. بالتوقيت يوم راه الجمعة 24 يونيو 2022. اللي شفتو الفيديو الأول اللي لحقت اليوم راه الفيديو الأول عنده علاقة بظاهرة الغش في الامتحانات بواسطة ايباد برو. هاد الآلة هادي اللي دخلت السوق المغربية مؤخرا واللي ساهمت في انتشار ظاهرة الغش بشكل كبير. ظاهرة الغش اللي حاولت الوزارة انها تصدى لها بجميع الوسائل الممكنة. وإلا شفتوا الفيديو راه غتشوفوا حتى في هذا الفيديو الاعتداء اللي تعرضوا ليه جوج الأساتذة بكل من ليمايل خنيفرة وإقليم العرايش. درجة الحرارة مرتفعة واحد شوية تقريبا غادي تكون دابا شي 26 أو 27 درجة. هادي نيفلوز هادي اللي من موراها حنا نيفلوز هادي نيفلوز كاتربيلا. نسيتي
الغادية ديال الورش ديال حي محمد على ما أعتقد. كاتر بيلار شركة أمريكية رهضنا عليها في الفيديوهات السابقة. تابعين دابا هاد الآلة غادي نشوفها واش غادخل لهاد الورش ولا لا، ولا غادي لشي ورش آخر. في غالب الأحيان غتكون غادية لهاد الورش هادي. الشانطي يعني واحد لابارتي غتكون كدي وحده غتكون كتجي، والنفق راه هو من تحت فاش كاين. ما كايناش الخوت، ما كايناش عندي الوقت دابا باش نصورو، دابا خصنا نمشيو وقت الغدا هادي مرة اخرى ان شاء الله نصورو لكم. بالنسبة للتوقعات ديالي، إلا كانوا أنفاق أخرين في غالب الأحيان، في غالب الأحيان هاد الشركات اللي خدموا في هاد الأنفاق هادو في غالب الأحيان ما غاديش يشدوا الأنفاق الأخرين. غادي يستافد وزارة التجهيز، غادي يستافدوا من الأخطاء اللي داروا، وغادي يعطيو هاد الأنفاق اللي جايين يعطيوهم الشركات اللي عندهم ليكسبيريونس. جو نو بونس با بأن هاد الريجيونال كويك رود غادي يشدوا باقي شي نفق أخرين، لا أعتقد. كان واحد بطء كبير في الأشغال، وما كرهتش أنا أن الأنفاق الأخرين تفرض عليهم وزارة التجهيز والنقل، تفرض عليهم تروازيكي كما كان هذاك النفق ديال سميتو ديال الرباط، يخدموا بتروازيكي ولا إيكيب كتخدم 8 السوايع. الخدمة كتكون 24 ساعة على 24 ساعة، هذيك هي الخدمة المعقول. هذا دابا الوقت راه مهم، عامل الوقت مهم بزاف. والمغرب راه خصو ينخرط في هاد السياسة ديال الأنفاق. علاش؟ جوج ديال الأسباب. السبب الأول لحل المشكلة ديال السير والجولان جميع المدن المغربية، خصوصا المدن الكبرى بحال كازا، بحال الرباط، بحال طنجة، بحال فاس، بحال مكناس، بحال مراكش، بحال اش كيقولوا ليه، بحال السطات، بني بلال، برشيد. واخا برشيد مدينة صغيرة، ولكن حتى هما خصهم الأنفاق. ثانيا السبب الثاني هو أن اون فوا هاد الشركات المغربية غيشدو ليكسبيريونس في هاد الدومين هذا، غيوليو يخدمو في لافريك. لافريك دابا راه إذا لاحظتوا بأن مجموعة من الشركات المغربية متواجدة في لافريك، لا من اتصالات المغرب، لا من شحال من شركة كدير تما دوك لي كرون شونتي. واش كتولي الشركة ما كتلعبش غير على الناسيونال، كتلعب على لانترناسيونال. بالنسبة للتوقيت دابا راه 12:05 هادي.
هذه دابا هما اللي كيتسبوا في القصايد، كتكون انت دابا غادي بواحد النيفو كيوقف هذاك اللي قبل منك. الا ما كنت الا كنتي غادي جاب الله انا ما تنجريش، الا كان كان شي واحد غادي بالجد غيدخل في هذا مولتي دي، غيدخل فيه مولتي دي، راه دار داكشي اللي عليه ما جراش. هذوك اللي داروا الغلط اللي قاطعين، اذا انت هاد الطريق هذه راه خصهم يديروا فيها ممرات خاصين بالراجلين، سينو غيسدوا الطريق ديك البارتيه باش ما تبقاش. الا كاع بغى يقطع بلا ما يمشي يقطع منه بلاصه فاش خصو يقطع. دابا هو الهدوء الذي يسبق العاصفة. الصمرو بانت كاطم العاصفة دابا لي جاية، راه عرفتها شنا هي، هي العيد الكبير. وما أدراك ما العيد الكبير، وصل المغربية يلا خرجت من هادشي دابا ديال المدرسة، وخصوصا اللي عندي الدراري في البريفي، وغادي نخلصو شهر سبعة. أنا ما غنخلصوش، أنا كنت عارف واحد الفيديو هنا قال لي شهر سبعة تقول لي خلصو أنت، قول لي بس نقول لي انا ولادي واش نقراو شهر 7 لان اول عيد كبير جاي. غادي يكون ثاني واحد حسب التوقعات غتكون واحد الزياده ديال من 900 حتى 2500 درهم. هذا يعني بان الغالبيه ديال المغاربه راه ما غاديش يعيد يدوني نقاش. والنفق الاخر هو هذا، نفق كليه الطب والصيدله. هذا بارابور الاخر معطلين فيه، كان عندهم شي مشكل ديال لاسينيسمو ديال الماء. هو الغلط اللي دارت وزارة التجهيز والنقل هو ان عطات جوج الانفاق. انا المهم انا هذا حسب سميتو البوينت ديالي، عطات جوج الانفاق لنفس جوج الشركات. هما هو نورمالمون كانوا يديروا بحال داكشي ديال بي اش ان اس. بي اش ان اس واحد اللو عطاو الان جي او، دوزيامو عطاو الفيا ستام، تروازيامو لو عطاو الجي تي ار. هادشي اللي كانوا خصهم يديرو، واحد النفق يعطيو لواحد الشركة واحد النفق اخر يعطيو لواحد الشركة، ويبداو او ميم طون. علاش؟ باش نديرو لا كومباريزون. فاش غنديرو لا كومباريزون؟ غنديرو لا كومباريزون في لا كاليتي ديال الخدمة، واش فعلا غادي يقادو شي نفق على حقو وطريقو ولا لا. ثانيا غنديرو لا كومباريزون في لا ديرو ديال لي طرافو. انا واحد التعليق اللي كان ضحكني، واحد التعليق دخلت لواحد لاشين ديال واحد السيد حتى هو عنده لو ميم كونتوني بحالي، تي صور هادشي الانفاق، سميتو جيوغراف ولا ما جيوغراف سميتو. واحد دخل عنده واحد التعليق، المهم صور داك النفق ديال ما عرفتش الحي محمد، صور هذاك ديال الحي محمد، ويقول لي قال لي هذا النفق هذا ديال الفيران، نفق الفيران. الله يلا مت الضحك وحقا، نفق الفيران. دير خدمة خليها لكازا، كازا اللي كيبان لي انا هادوك مسخت الوالدين، هادوك اللي شادين دوك لي بروجي تما الحراقية، ما يدير تما وحق ربي الا الحراقية برا. ومازال كازا راه كاينة غير مرا هي اللي شادة ليهم، سميتو هي اللي شادة ليهم عمدة المدينة. وهاديك وكان عليها الصداع هذيك المرأة سميتها باقي نبيلة الرميلي. نبيلة الرميلي راه كانت تعينها صاحبي جلال الملك محمد السادس نصر الله عينها وزيرة الصحة واستقلت ودارت اون بون ديسيزيون. علاش؟ لأن ما تقدرش تجمع ما بين دو بوست. ودابا راه مكونساكري الوقت ديالها كامل لمدينة الدار البيضاء، وهي اللي كانت مؤخرا في التدشين ديال هذوك كازا باسوي ولا ما عرفت سميتو. جابوهم اصلا، جابو الاخر اش كيقولوا لي، جابو الطوبيسات ديال بي اش ان اس. دور لكم هنا تشوفوا هذاك الاخر بي اش ان اس هنا اللي خدامين الجي تي ار، هما اللي خدامين هنا. شوفوا واش كيبان لكم شي حاجه ولا لا. الجي تي ار صراحه وقت ما كندوز كنلقى بنادم خدام.
الله لما أنا قررت الطار. شكرا لكم على المتابعة، وتمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق. الله يعاونكم.